السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ من بالباب؟ افتحوا افتحوا، انا انا. من انت؟ ربما انت ثعلب. لا لا لست ثعلب. افتحوا افتحوا، نفتح الباب يا اطفال. نفتح الباب يا اطفال. انتظروا سأرى من بالباب. إنها جميلة، تعالي تفضلي. نعم قلت لكم افتحوا الباب، أنا لست الثعلب، أنا البطة. ما أجملك يا بطة. مرحبا يا أطفال. مرحبا. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. هل تعرفونني؟ نعم. أنا البطة، أنا البطة، تعرفونني؟ لقد جئت اليوم وأحضرت لكم ضيفا، ترحبون بهذا الضيف؟ نعم. من هو ضيفك يا بطة؟ ستعرفون ذلك. ضيفي يا أطفال موجود في أول اسمي، أنا اسمي ب ب بطة. ب ب بطة. ب ب بطة. أين هو هذا الحرف يا بطة؟ تعال يا حرف، تعال يا ضيف، أيها الضيف الجميل، تعال تعال. أين هو؟ أين ذهب؟ أوه يا إلهي، سأبحث عنه، إنه مشاكس. أين هو؟ أين هو؟ سأبحث عنه، سأبحث عنه. يا إلهي سأبحث عنه. انتظروا انتظروا يا أطفال، سأبحث عن الضيف. يا بسمة، يا بسمة. نعم يا بطة، نعم يا بطة. هل رأيت ضيفي؟ لم أرى أحدا. يا بسمة ابحثي عنه معي يا بسمة، هيا نبحث عنه. نعم تعال يا بطة نبحث عنه في بيتي، هذا بيتي. أوه ما شاء الله بيتك جميل. نعم هذا بيتي الذي أسكن فيه. بيتي يوجد فيه بركة، يوجد فيه بركة، وتوجد فيه بطة تحب البطة أن تسبح في البركة، وأيضا توجد فيه بقرة، البقرة تأتي وتشرب أيضا من البركة. ما شاء الله بيتك جميل جدا، فيه بطة تسبح في البركة وفيه بقرة تشرب من البركة، بيت جميل يا بسمة. شكرا. هل وجدت ضيفي؟ نعم يا بطة أظنني وجدته. هل عرفت ضيفي يا بسمة؟ نعم لقد عرفته. لنرى الأطفال إن عرفوه أم لا. هيا نسألهم. من هذه يا أطفال؟ بسمة. أين تعيش بسمة؟ تعيش في بيت جميل. ماذا يوجد في هذا البيت؟ بطة. أين تسبح البطة؟ في البركة. ومن أيضا يوجد في هذا البيت؟ ماذا يوجد في هذا البيت أيضا؟ بقرة. هذه البقرة تشرب من البركة. إذن في البيت تسكن بسمة، ويوجد فيه بطة تسبح في البركة، وأيضا هذه البركة تشرب منها البقرة. إذن يا أطفال هل حذرتم من هو ضيفنا؟ لا. إنه حرف ب. إنه حرف ب. إنه حرف ب. نعم ضيفنا لليوم صديقنا حرف الباء. مرحبا بك يا باء. مرحبا مرحبا، لقد جئت لقسمكم الجميل لأتعلم معكم وأبقى هنا معكم. رحبوا به يا أطفال. مرحبا يا باء. مرحبا يا باء. مرحبا يا باء. ما أجملك من حرف يا حرف الباء. الآن سنحوط حرف الباء في هذه الكلمات. أين هو حرف الباء؟ إكرام. جيد، هيا ضعيه داخل دائرة.
لا لا، ها هو الباء، ها هو الباء، ضعيه في دائرة. أحسنتي. لا لا لا، لا ندخل معه هذا، هذا حرف آخر، فقط الباء، فقط الباء. دوري من هنا هكذا، فقط الباء، هاي حوطيه هكذا هكذا، هذا فقط الباء نضعه في دائرة. شكرا يا إكرام. هيا يا سجود، حوطي لنا حرف الباء في الكلمة الثانية. أين حرف الباء؟ جيد، يلا ضعيه داخل دائرة. أحسنتي. هيا يا عمر، أين حرف الباء في هذه الكلمة؟ بطة. جيد، يلا ضعه داخل دائرة. جميل، أحسنت. تعال يا إلياس، ابحث لنا عن حرف الباء في هذه الكلمة، بركة. أين حرف الباء؟ جيد، ضعه داخل دائرة. جيد. هدينا، تعالي حوطي لنا حرف الباء في هذه الكلمة، بقرة. أين حرف الباء؟ هاي ضعيه في دائرة. جيد، أحسنتي، ما شاء الله. سأعلمكم أنشودة يا أطفال، قولوا معي: باء بطة، باء بطة، نطت نطة، نطت نطة، وقعت ضحكت منها القطة، وقعت منها القطة. نعم يا أطفال، في أحد الأيام نطيت نطة، وقحت فضحكت علي القطة. يا باء يا باء، أين أنت يا باء؟ أنا هنا، أنا هنا فوق البيت، فوق البيت. نعم، تريدون أن تلعبوا معي يا أطفال؟ نعم. تعالوا سنلعب لعبة جميلة معي. أنا حرف الباء. أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ افتح الباب، انزع المغناطيس. من بالباب يا محمد؟ ببغاء. ما اسمه؟ ببغاء. ببغاء، ببغاء، سمعت فيه صوت حرف الباء؟ نعم. نفتح له الباب؟ نعم. حسنا، افتح له الباب. هكذا نفتح له الباب، ماذا نقول له؟ اهلا اهلا ببغاء، في فيك فيك حرف الباء. اهلا اهلا ببغاء، فيك فيك حرف الباء. في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ افتح الباب يا فتون، لنرى من يوجد خلف الباب. ما هذا يا فتون؟ أرنب. أرنب، سمعت في حرف صوت حرف الباء؟ نفتح له الباب. إذن يلا، أهلا أهلا يا أرنب، يوجد فيك حرف الباء. أهلا أهلا يا أرنب، يوجد فيك حرف الباء. نفتح له الباب؟ هيا نفتح الباب. جميل. في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ افتح الباب يا منعم. ما لون بابك يا المنعم؟ أصفر. أصفر، جميل. ماذا يوجد خلف الباب؟ هيا افتح. ما هذا؟ ما هذا؟ هاتف. هاتف، هاتف، سمعت صوت حرف الباء؟ نفتح له الباب؟ لا نفتح له الباب. يلا نقول له: آسف آسف يا هاتف، ليس فيك حرف الباء. آسف آسف يا هاتف، ليس فيك حرف الباء. نتركه مغلقا. جيد، أحسنت. في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ افتحي الباب يا نهاد.
ما لون بابك؟ ما لون الباب؟ أخضر. أخضر. ماذا وجدت؟ بقرة. ب ب بقرة. ب ب بقرة. هل سمعت صوت حرف الباء؟ لا. نفتح الباب؟ لا. يفتح الباب. افتح الباب. جيد. يلا نشد لها ونرحب بها. أهلا أهلا بقرة، في يوجد فيك حرف الباء. أهلا أهلا بقرة، يوجد فيك حرف الباء. في منزل أنثى السنجاء دق دق الباب. في منزل أنثى السنجاء دق دق الباب. من بالباب؟ افتح الباب يا جيدة. ماذا يوجد تحت خلف الباب؟ عنب. انظري انظري. عنب. عنب. سمعت صوت حرف الباء؟ نعم. نفتح الباب؟ نعم. احسنتي. اهلا اهلا يا عنب، يوجد فيك حرف الباء. اهلا اهلا يا عنب، يوجد فيك حرف الباء. احسنتي. افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب. من الذي يدق يا أطفال؟ هاتف. إنه الهاتف. لماذا يدق ويطلب منا أن نفتح الباب؟ هل نفتح له الباب؟ لا. لماذا لا نفتح له الباب؟ ليس فيه حرف الباء. جيد، لا يوجد فيه حرف الباء، لن نفتح عليه الباب. قولوا له آسف يا هاتف، لن نفتح لك الباب. قولوا له آسف، لن نفتح لك الباب. آسف، لن نفتح عليك الباب. أين حرف الباء يا نسرين؟ هنا. أين حرف الباء؟ في أول الكلمة. دعوا نسرين هي التي تجيب. أين حرف الباء نسرين؟ في أول الكلمة. جيد، يلا نحوط الحرف الباء، إنه في أول الكلمة. نضعه داخل دائرة. أحسنتي. تعالي يا سجود، كلمتك هي سبعة. أين حرف الباء يا سجود؟ أين هو؟ في وسط الكلمة. أين؟ في وسط الكلمة. جيد، يلا نحوط حرف الباء في وسط الكلمة. أين حرف الباء؟ جيد، إنه في وسط الكلمة. نضعه داخل دائرة. جيد، أغلقيها من هنا هكذا. جيد، تعالي يا إسراء، كلمتك هي أرنب. أين حرف الباء يا إسراء؟ في آخر الكلمة. جيد، ضعيه داخل دائرة. أحسنتي. هيا ننشد أنشودة حرف الباء. باء نطت نطت وقعت طلعت من الحديقة. أريدكم يا أطفال الحلوين أن تلونوا صغاري. حسنا حسنا. ما لوني يا أطفال؟ أصفر. نعم، لوني أصفر جميل، لوني أصفر جميل. أريدكم أن تلونوا صغاري باللون الأصفر مثل أمهم. أنا أم جميلة، بطة جميلة. ما أحلاهم بطوطاتي. شكرا يا أطفال لأنكم جعلتم بطوطاتي حلوين. شكرا يا أطفال، شكرا، أنا أحبكم يا عمري على بطوطاتي، لونتوها بشكل جميل.